يعني التشجيع في مصر والتشجيع المشجع في مصر، المشجع المصري يعني والمشجع السنغالي، ايه الاختلاف بينهم؟ كل واحد بيبقى كل واحد بيشجع بلده يعني كل واحد بيبقى عنده حته، هل في عصبيه؟ هل في العصبيه دي موجوده؟ الكره واخده الناس كلها في حته العصبيه. لا موجوده، هي بتاثر طبعا على الكل. كل الناس تبقى بالذات لما بيكون منتخب وكده الموضوع بيبقى فارق يعني. طب في السنغال في اهلي وزمالك زي كده يعني؟ في ايه بقى، ايه الفرق اللي هناك؟ لا مش فاكر اول الفرق، بس كانت برضه هي طبعا الدوري في السنغال ضعيف جدا لانه معظمهم كلهم محترفين بس يعني برضو كان بيبقى فيه تعصب ونفس الاجواء اللي كانت بتحصل ما بين الاهلي والزمالك ومين والنهارده هنشجع مين ومش عارف ايه والكلام ده كله كان موجود يعني. طب بقى نتكلم مدام سمية عن العادات والتقاليد يعني بين مصر والسنغال، في حاجات متشابهه ولا في حاجات مختلفه؟ يعني كلمينا عن الموضوع. هو في حاجات متشابهه يعني، كل اللي احنا بنعمله في مصر بيعملوه بس بيخلوك انت يعني، يخلوا كل واحد يخدم نفسه بنفسه. يعني الحلو يعني في ان كل واحد يخدم نفسه بنفسه، ما حدش يعتمد على النفس يعني. ايوه بيعتمدوا على النفس اكتر شيء. الفكره شويه في السنغال واخده من اوروبا اكتر، هم ميالين للاوروبيين اكتر، فعندهم الوضع عندهم الحياه اوروبيه اكتر من عشان السفر وكده، عشان سفرهم لفرنسا واسبانيا والحاجات دي، فالموضوع بياخد معاهم حياه الاوروبيه عندهم اكتر يعني اكتر. العدد طيب يعني في طبعا عدد كبير جدا من المسلمين في السنغال، 95% غالبيه. يعني في شهر رمضان مثلا، كل سنه وانتم طيبين يعني، قريب رمضان في حاجات معينه مثلا بيعملوها في السنغال؟ احتفالاتهم بتبقى جامده جدا في شهر رمضان. يعني زي ما احنا بنعمل كده الفطار، بس يعني على يعني اوسع يعني اكتر. ايه الاكله الشعبيه اسمها تيابوجين؟ يعني رز بالسمك. رز بالسمك؟ طب كويس، زينا عندنا تيابو بينار، ده رز بالفراخ. تيابو ياخ بيبقى سبايسي حراق ولا لا؟ رز على حسب سبايسي عشان هم بيحبوا تيابوجين. مدام مياده بتعرفي تعملي تيابوجين ولا تيابو الثانيه ولا اي حاجه؟ بتعرفي تطبخ؟ طب انت تعرف تطبخ؟ لا انا بالنسبه لي الطبيخ لا، بجرب كده. طب مدام سمية عملتي الاكلات دي؟ ايوه ماما محترفه في والله. لا ماما محترفه في الموضوع ده بصراحه. هي تشيابو جن وتشيابو جنار. ايه الجنار ده؟ الفراخ. فراخ طب يعني رز مثلا بالفراخ بالخضار وسمك برضو بالفراخ بالخضار. لا سمك بالفراخ، سمك بالرز بالخضار. رز بالخضار.